عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا على جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الأسكندرية. وأكد مدبولي الانتهاء من مشروعات احتواء مياه الأمطار قبل الموسم القادم. كما وجه مدبولي الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها في مشروعات إدارة مياه الأمطار في الأسكندرية. وأكد مدبولي على انتهاء أعمال تطوير المتحف الروماني واليوناني في الأسكندرية بنهاية يونيو.